السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفاش نتفوق في الرياضيات ونجيب أعلى نقطة؟ النقطة كتتراوح ما بين 18 19 و20، كيفاش ندير لها؟ هذا هو موضوع هذا الفيديو. ديجا هضرت على كيفاش تفوق في الرياضيات، كيفاش تضبط الرياضيات، كيفاش تفهم الرياضيات. هذو فيديوهات ديجا هضرتهم، تقلبوا عليهم وتلقاهم. ولكن هذا الموضوع ديال الفيديو هو مختلف، وهو هذيك المرحلة اللي ملي أنت خدمتي التمارين، درتي كل شيء، شنو الخطوة اللي تخليك تجي كتشد ليكزامان؟ لا يتحط لك سواء كان اكزامان ناسيونال، سواء كان فرد محروس، كيف ما كان المستوى ديالك ولا الشعبه ديالك، كيفاش انك تنزل عليه بلا ما تفكر بزاف. قبل ما نبداو في الموضوع، عندي لكم واحد الخبر مفرح بزاف، وهو انه كاين تخفيضات بالنسبه للي باغيين يشتركوا كوسوا في الدوره الاولى ولا العام كامل. تخفيضات جد 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 مهمه، كتوصل حتى ل 80% ناقص 80% بالنسبه للدوره الاولى. الثمن ديال الدوره الاولى نقصت فيه 80%، يعني تخفيض هائل. وبالنسبه للعام كامل، العام كامل اللي بغى العام كامل ابتداء من البدا ديال الكوغ حتى الاخر الكوغ، حيت كلشي ديسبونيبل في البلاتفورم، فالتخفيض كيوصل ل 20%. وهذا الشيء خاص بهذا الوقت اللي كندوي فيه في هذا الفيديو، يعني ماشي شي واحد في الاول العام ولا في شي وقت من غير هذا يشوف هذا الفيديو يقول لي كاين تخفيض. فهذا الفيديو خاص بهذا الوقت في هذا الشهر اللي هو جونفي. دونك ما عليكم الا باش تعرفوا لي بري اون ديتاي، ما عندكم تواصلوا مع النمره اللي كاينه في لا ديسكريبسيون وطلبوا الاثمنه المخفضه، يعني الاثمنه المخفضه، ما تشوفوش الاثمنه اللي كاينه ديجا في الكتالوج، وانما شوفوا الاثمنه المخفضه سولوا عليها. ونخليكم مع لي زافي ديال التلامذ اللي مشتركين معنا هذه السنه في المنصه، لانه ديما في كل شهر كناخذوا الاراء ديال التلاميذ اللي مشتركين في المنصه باش نشوفوهم واش مرتاحين، واش يعني مرتاحين من ناحيه المنصه واللي فيديو ديالها والمحتوى واللي لايف الى اخره. كناخذوا الاراء ديالهم في كل شهر، وغتشوفوا لي دات راه مختلفين بالنسبه للسكرين اللي خدمت واتساب. وهادو غير الاراء اللي هما مكتوبه، فكاينين بزاف الاراء على شكل اوديو ما قدرتش نديرهم لضيق الوقت، حيت خصني ندير مونتاج ونبدل الصوت ديال التلميذ الى اخره، وهذا الشيء كياخذ وقت. دونك حطيت فقط اللي مكتوبين. دونك نرجعوا للموضوع ديال انت دابا خدمتي الدرس فهمتيه مزيان، كنصحكم بلي كور دي طاي اللي انا حاطهم في البلاتفورم، وكذلك في الشين يوتيوب وفيسبوك كندير دي كور دي طاي، وكذلك دي ريزومي كنصحكم انكم تشوفهم باش تضبطوا لي كور ديالكم. ثانيا ديتي كتخدم التمارين، هنا التمارين احنا متفقين وفايت قلت لكم في الفيديو اللي فاتوا انه خصك توصل لدوك التمارين الشامله اللي كتحط في الفروض اللي كتشبه للفروض. واخا وصلتي لها خدمتيها وليتي كتعرف، يعني كتعرف تجاوب عليها، ولكن السؤال المطروح شحال ديال الوقت كدير باش تجاوب على كل سؤال؟ اعطيكم مثال، مثلا الوطني ديال العلوم الرياضيه، الا شفتوا عليه 20 نقطه ياك 20 نقطه، الا شفتوا المده ديال 4 سوايع خصكم كل نقطه خصكم ديروا فيها 12 دقيقه. هذا ماشي حساب دقيق ولكن تقديري، فكتشوف راسك انت واش السؤال ديال النقطه ولا ديال نص نقطه شحال كدير فيه، ديال نص نقطه واش كدير فيه 6 دقائق ولا كدير فيه اكثر. غتلقى راسك الا كنتي من النوع اللي كتقول لي انا كنجي الفرد كيجيني طويل، اكيد غتكون السؤال اللي خصك دير فيه 5 دقائق كدير فيه ربع ساعه او 10 دقائق. هنا فين كاين الخدمه باش توصل اعلى مستوى في الرياضيات، وباش تقدر الفرد كيف ما كان نزل عليه. دونك كيفاش غدير لهاد القضيه؟ انا غندخل معكم في الاعماق ديال هاد القضيه، دونك بقى معايا في هاد الفيديو. من بعد ما كتولي نتايا كتخدم يعني خدمتي التمارين وصلتي لديك النيفو اللي هو وليتي كتعرف تجاوب على الاسئله، يعني خاصك تدوز للمرحله الثانيه، يعني قبل الامتحان الوطني او قبل الفرد المحروس او قبل اي حاجه، خاصك تبدا دير الكرونو وتجاوب على الاسئله. السؤال اللي نقطه ندير فيه قد وقد على حسب المده ديال الامتحان. مثلا الامتحان اللي عندك فيه جوج سوايع خاصك تشد تعرف كل نقطه شحال خاصك دير فيها ديال الوقت، انت كيفاش. دونك خاصك يعني دير الكرونو وتشوف راسك شحال ديال الوقت باش كتجاوب على كل سؤال. اذا
اغلب الاسئله اللي تقول ليها نص نقطه ولا ليها نقطه، انت كتشوف السؤال كتعبره. اغلب الاسئله خصك ديرها في 5 6 دقائق. الاسئله اللي كيقول بالك نقطه ديالها طالعه خصك ديرها في 12 دقيقه، الا كان صعيب كاع ربع ساعه، لكن على حسب النقطه ديال السؤال وعلى حسب الشعبه. مثلا الناس ديال سيونس فيزيك راه خصهم نقطه في الوطني يديروا فيها غير 9 ديال الدقائق، ما يفوتوهاش فيها. دونك هذه كما ماشي كنعمم، وانما كاين شي اسئله يقدر ياخذ لك وقت، وكاين شي اسئله اللي ليهم نقطه ويقدر دير فيهم 5 دقائق ودير فيهم اقل كاع. دونك على حسب هادشي، هادي القضيه نسبيه. دونك خاصك دوز مده وانت كتخدم كتريني باش تجاوب على الاسئله، ولو كاين اللي غيعارضني في هاد القضيه اللي غادي نقول، ولو تخدم التمارين اللي ديجا بيت خادمهم وعارف الجواب ديالهم، ولكن تطلق يديك فيهم. يعني هادشي من بعد ما تكون خدمتي مزيان التمارين الى اخره، محتاج فقط تراجع باش كتوجد الامتحان. ولو تعاود دوك التمارين انت يا ديجا خادمهم، تشدهم وتعاودهم وتريني فيهم، وتقاد لا غيداكسيون ديالك، تقاد لا غيداكسيون ديالك، زائد الزربه في الجواب تكون انك سريع في الجواب، تكون سريع في الجواب. هذا الشيء ماشي هو انك تكتب بالزربه، وانما تكتب ما قل ودل. كاين اللي غادي يكتب الكتابه ديالو سريعه كيكتب بالزربه يدو كطير، ولكن تكتب بزاف تعمر الورقه. كاين اللي كيكتب شويه ليه، ولكن كيكتب اون كذا تق ان الوغ صافي، ما كيطورش الهضره بزاف، كيذكر المسائل المهمه. هذا الشيء كيجي طبعا مع الوقت ومع الخدمه، وهذا الشيء اللي كنخدم عليه في لي فيديو ديال لابلاتفورم ماجيك سبام اكاديمي وفي لي لايف، وكنحاول نقدم لهم اقصر واحسن جواب اللي كيستوفي الشروط اللي غياخذ النقط كامله. اذا انت الا باغي تجيب النقط 18 19 20 خاصك ملي كتولي كتعرف تجاوب على كل شيء كتزيد واحد الخدمه اضافيه على هذا الشيء، وهي كتخدم على لا غيداكسيون تكون اقصر قصيره وفيها كل شيء ومكتوبه مقاده، زائد خاصك تكون كتجاوب اسرع وقت، وهذا اسرع وقت ما كتجيش من الخاوي، وانما كتجي من انك كتكون خدمتي واحد كم هائل من التمارين. ماشي كم هائل ترى، خدمتي واحد التمارين مهمه واللي كتغطي جميع انواع الاسئله والتمارين اللي ممكن يحطوا. واخا تخدم 10 تمارين في الدرس، ولكن دوك التمارين كيغطيو جميع الفقرات ديال الدرس، وكذلك جميع هي التمارين اللي هي كما تنقولوا اعتياديه ولا كلاسيك كلاسيكيه، فكتكون وجدتي مزيان. ولكن ان فوا توصل لذاك النيفو ديال تقول صافي بريباري تمشي ندوز، راه كنعرف نجاوب، راه كنحرك السيلو، هذا كنعرف، هذا فين شفتو؟ لا، خاصك تجي وتخدم على السرعه وتشد امتحانات وتخدمهم. واخا تصايب انت امتحان تشد التمارين اللي فايت خدمتيهم، مثلا تشد واحد 3 تمارين تجمعهم تصايب بهم فرض، انت تصايبو 3 تمارين ديجا خدمتيهم، ودير راسك بحال غتجاوب عليهم، وشوف راسك شحال دير ديال الوقت. اكيد واخا انت عارف الجواب ديالهم غدير الوقت بزاف. دونك خدموا على هذه القضيه، وكاع التمارين اللي كتحسوا بهم راه الاسئله ديالهم غتحط لكم في الفرض، هادوك هما اللي شدوا وعاودوهم. كاين اللي يقول لي لا ما تعاودوش التمارين، انت كتعاون كتقول لنا باش نحفظوا، لا وكنقول لك باش تحفظ، وانما انت باش تجاوب في الامتحان خصك تكون سريع، وباش تجيب بسرعه خص يكون عندك واحد شويه ديال الحفظ. هذا السؤال كيتجاوب عليه هكا، هذا السؤال كنت كنخدمو كيتجاوب عليه بهذه الطريقه. اذا انت ما كتختصر عليك الوقت ديال التفكير، كتقدر تشوف السؤال غادي نديرو هكا، تقدر دير شويه الوسخ كتبدا تجاوب، ما كتعطلش بزاف. دونك هذا هو السر ديال تجيب 20 في الماط. كان معكم زكريا بوشام لا بلاتفورم اجي تفهم اكاديمي. السلام عليكم.